فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الدعاء في السجود ببعض ما ورد في دعاء الاستفتاح؟ هل إيش؟ هل يجوز الدعاء في السجود ببعض ما ورد في دعاء الاستفتاح؟ لا بأس، إنما الممنوع في الركوع والسجود قراءة القرآن، أما الدعاء فلا بأس أن يدعو ولو وافق دعاؤه ما جاء في الاستفتاح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.